كان هناك لقاء غني حول التقائية السياسات العمومية والانسجام ديالها، بمعنى ان مختلف الاستراتيجيات مختلف البرامج اللي غادي تكون عندنا اللي غادي ديرها القطاعات الحكوميه خص تكون منسجمه فيما بينها، ما تكونش متضاربه. وهذه الالتقائيه ديال السياسات العموميه مهمه، لان كتوفر لنا الجهود، كتوفر لنا الاوقات، كتوفر لنا الاموال، كترشد العمل، كنستافدوا مزيان. كما قلنا دائما كنعطيو هذا المثال، شحال مره كنبنيو مستوصف وما كاينش الطريق وما كاينش الضوء، لان هذه القطاعات فيما بينها ما نسقاتش قبل، ما درتش برامج مشتركه باش يمكن تنجح. فلذلك كتضيع كثير من الاموال وكدير من الجهود في هذا المجال. فلذلك ركزوا المستشارين على الاهميه ديال هذه الالتقائيه، وحنا وعدناهم بان هناك اليات حنا وضعناها الان غادي تخدم ان شاء الله قريبا باش يمكن تحقق هذا. بالنسبه للمغاربه العالم وذاك القانون اللي هو الان تتهيئوه ديال المجلس ديال الجاليه المغربيه. نعم، مغاربه العالم بطبيعه الحال دائما هناك اهتمام بهم من قبل مختلف الحكومات، وحنا اليوم كنحاول ما امكن نطوروا جميع الخدمات المقدمه لهم، سواء خدمات ذات طابع اداري عن طريق تبسيط المساطر الاداريه وتقريب الاداره لهم. واليوم عندنا واحد شباك واحد لاستقبالهم مغاربه العالم في جميع العمالات والاقاليم وفي الجماعات. اذا هذا مهم. ثانيا على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الرعايه الاجتماعيه بالنسبه للعدد من مغاربه العالم اللي كيرجعوا اللي كانوا في بلدان فيها صعوبات، فيها مشاكل اما اقتصاديه اما امنيه الى اخره. ثالثا دعم الابناء ديال مغاربه العالم، اما عن طريق توفير تعلم اللغه العربيه وتعلم الثقافه المغربيه والثقافه الاسلاميه، او عن طريق اعطاء منح بالنسبه للناس اللي محتاجين منهم اللي في وضعيه هشاشه، او اعطاء الدعم المدرسي حتى قبل الجامعه بالنسبه لعدد مثلا في بعض الدول اللي فيها مشاكل. ولكن ايضا هناك هذه العنايه بتطوير مجلس المغاربه المقيمين بالخارج. احنا الان مشروع القانون كان موجود، والان في اللمسات الاخيره ديال المشاوره مع بعض المؤسسات اللي هي ضروري نشاوروها باش تبدي الراي ديالها باش يخرج هذا القانون في اطار الالتقائيه اللي هضرنا عليه. لا سي جي ام bien sûr, l'organisation patronale la plus représentative au Maroc renferme une trentaine de fédérations sectorielles ainsi que 12 régions, donc à peu près une concordance avec les régions administratives. On a des unions régionales CGM. Et dernièrement, justement, la CGM, afin d'approfondir et d'améliorer sa représentativité au niveau national et international, a créé justement une 13e région dédiée aux Marocains du monde. Et on a amendé les statuts ainsi que le règlement intérieur de la CGM pour justement créer un alignement total entre cette vision CGM et justement les intérêts de nos Marocains à l'étranger. Ceci amènera justement une totale intelligence au niveau du capital investi entre le capital domestique et le capital international, avec l'expertise apportée par nos Marocains du monde ici au Maroc, et ainsi créer justement cette conjugaison d'efforts, de capitaux, etc. entre le national et l'international. الدستور في سلسلة 17 قال بضرورة مشاركة مغاربة العالم في المؤسسات السياسية في الانتخابات، وقال أن يجب إصدار قانون يحدد الكيفيات التي بها نصل إلى هذا الهدف. وتقول التمثيلية التشريعية. نعم، التمثيلية في البرلمان، في البرلمان والمؤسسة سواء جهوية أو محلية أو وطنية. لحد الساعة هذا القانون اللي نص عليه الدستور لا زال حتى المسودة ديالو غير موجودة. والمسألة الثالثة، الدستور نص أيضا على أن مغاربة العالم يجب أن يشركوا بشكل واسع في المؤسسات الاستشارية وهي هيئات الحكمة الجيدة. اليوم الحكومة ما عندهاش رؤية، ما عندهاش تصور، ما عندهاش وثيقة اللي تبين لنا كيفاش الحكومة غادي تفعل هذا الدستور. المسألة الرابعة هي مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج اللي كان موجود قبل الدستور في الخارج. الدستور الحين تش عطاه مضمون جديد، وبالتالي يجب إخراج قانون جديد. صحيح هناك مشروع قانون ولكن لحد الساعة لم يفعل، وبالتالي من المفروض أن هذا المشروع أن يخرج إلى حدود باش يولي المجلس عنده دور في إبداء رأيه في السياسات العمومية المتعلقة بمغاربة العالم.